شرف حكيمي، عز الدين، واحد اثنين، امين العدلي، امين 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 امين، يحضر امين عز الدين، والهدف للفريق الوطني، الهدف الاول، وتفاعل المدن مع ضحايا من فقدناهم. نكتفي بالتفاعل بهدوء مع هذا الهدف الجميل للفريق الوطني، هدف امام ما يقارب 38 الف مناصر في ملعب بولاق. قلتكم الادوار التي يقوم بها عز الدين وناحي في هذه المباراه ادوار مهمه جدا، لما يلعب كرات قصيره مع اشرف حكيمي ومع امين العدلي يكون المشهد كما تابعنا بشكل رائع، ومشهد تضامن وعناق بين لاعبي الفريق الوطني.